الدينار العراقي كان لا زال قويا في ذلك الوقت. أي. علي الصجري موجود، انا ماذا اتحدث بس انت يعني تقريبا كانت بحدود يعني 200 الف دينار عراقي، تقشو 190 190 الف دينار تقريبا في كان ينخفض صحيح. أي. في ذلك الوقت. أي. انا بيتي بالجادريه كلفته بس متوضح لك. أي. بيتي بالجادريه بشارع فندق البابل اللي هو الان قبل مقر العصاب لا بنفس السايد مال مقر العصاب بنفس السايد يعني على الشارع هذا نفسه تبيعه بعته بيتي في ذلك الوقت بالثمانينات اتكلم قيمته فذا 3 ملايين دينار ما أبالغ أكثر يعني حوالي 7-8 ملايين دولار. كنت أقدر أسوي بها فندق 5 نجوم ببغداد في ذلك الوقت. لا أنا ثري ما أقول لك ما أقول لك أنا مولد ثري أنا يتيم أنا أول 3000 دينار انطانيها صدام حسين. أول سيارة ركبتها بحياتي كانت لادة من صدام حسين، ولكن عرفت كيف أنجح وكيف أستغل هاي 3000 دينار وكيف زين. أشتغل وكيف أتطور وكيف أكور أسباب. رجعنا لحلقتنا، راح أرجع شعوري بالخطر رغم أني مستفيد من النظام. ايه؟ رغم أني مقرب إلى رموز النظام. أنا كنت أوقف بباب هذا الفندق سيارة مرسيدس كشف 350 تنتة في باب فندق الرشيد. وأجي أسهر في هذا المكان. أي. كانت السهرة تكلف رقم وقدره. أي. لأن الناس اللي وياه عندك كيت سيارات وعندك كيت فلوس وعدي يخليك تكشخ قدامه بصراحة. ومعلومات أن عديهم كان يجي سربا لم أرى عدي في هذا هذه المكان أبد. كان يروح على المنصور ميديا حسب علمي فوق المنصور ميديا بالطبع هذا صحيح على. أي. هذا بس خلا أكمل لك. عدي أخذ مني سيارة بورش 928 دز علي واحد اسمه دابي بس لالي غري الرصاصية هاي مالتي بيها. هاي مالتي السيارة بيها هاي السيارة مالتي مال منو. أه؟ هاي مال مشعان الجبوري. اجى زارني واحد اسمه دابي اسمه الحقيقي عبد الوهاب صديقه لعدي زارني في مكتبي في العرصات. أه؟ وقال لي الأستاذ يسلم عليك ويريد يشتري السيارة وأخذ السيارة مجانا عين تدمع وعين تبكي. وجاني عفيف الراوي منو بس حتى أقول لك على الغنى عفيف الراوي. أه؟ ومعه الموجود الآن بالأردن اللي كان سكرتير عدي ظافر. جيت. أي. إلى بيتي الساعة 3 بالليل. ايش قد الساعة 3 بالليل. لقيتهم طبعا تخلص السهرة يلا راح أخلص. اي صحيح كنت مخلص السهرة. قالوا لي وين شلت قلبنا الدنيا عليك. قلت لهم خير خير الأستاذ يريدك. لا. قالوا الأستاذ شايف ساعة بيدك. كلام شرف دا أقول لك هذول أحياء. بس انت هسه انت تقول ويد. انا اقول لك الاشخاص اللي احكي عنهم احياء موجودين زين. دخلت باتك فيليب شو كان باتك فيليب مع دقم ها وخاتم ازرق. ايه. تمام زين. باتك فيليب الماز اوكي. دخلت قالوا لي وداز لك ساعه بها حزام مال جلد وبها اسم صدام حسين مو صوره صدام حسين. اغلى هاي ها هاي اغلى ساعه بائسه هاي اغلى حقها 1000 اغلى حقها 1000 دينار ذاك الوقت صدام ساعتي حقها بذاك الوقت 100000 دولار اليوم حقها يجوز في 300-400000 دولار زين. دخلت على البيت الساعه 3 بالليل حطيت الساعة بالعلبة والخاتم والاغراض مالتها حطيت الجارنتي مالها وياها والجارنتي مالت والله العظيم وانطيت الجارنتي مالتها وياها وانطيتها لهم انا ما